السلام عليكم، بداية فيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا جدا جدا. المفروض ان اخر الاخبار احنا جبنا الجثة من بيت زلزال وديناها عند بيت يوسف. النهاردة هنجيب الجثة من بيت يوسف، هنوديها عند بيت احمد بليا اللي بانا وما يعرفش حاجة عننا خالص. بدينا يا جدعان، لو جيت اوريتكم الساعة دلوقتي 3:10 وتخيلين عشان نعمل حاجة زي كده وعشان نبدأ نظهر في البلد بنظهر الساعة 3 الفجر. الحكومة لو شمت خبر باللي احنا بنعمله هنروح في 60 دهية وكل الناس عارفة بكده. بقى ورا الكاميرا زلزال واتي. المقدمات لازم كلنا نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام في بدايه الفيديو، واعملوا لايك على الفيديو. دلوقتي احنا في طريقنا للجثه. يلا يوسف يلا. بص يا جدعان، الجثه كانت في البيت ده، احنا خدناها من البيت ده وديناها البيت التاني. فالوقت احنا هنطلعها وهنمشي، ممكن نمشي من هنا بس هنا في ناس ممكن تشوفنا، فاحنا هنمشي من المكان ده في شارع هنا او في شارع الناحية التانية، اقرب شارع او جبل، اقرب شارع هنخش منه. على مهلك على مهلك، يلا بسرعة. افتح الباب، اجري افتح الباب يا زلزال، بسرعة بسرعة. اركب في الارض اركب في الارض. محدش شاف حاجة. خش بسرعة خش. تعبت؟ ركز معايا كده. بص، انت دخلتها جوه، قفلتوا الباب، الباب كان مفتوح ولا ايه؟ الباب كان عامل ازاي؟ هو اصلا بتاعهم بس بايظ. ايوه، فانا دخلت فتحته على طول. بص يا عم، انا عارف ان هو بايظ. طب انت دلوقتي ما هو كده ممكن اي حد يزقه يخد ويدخل برضه. طب بص، انا عندي فكره حلوه. نرن عليه ونقول له الجثه دلوقتي في بيته. نرن عليه ونقول له الجثه في بيته يا جدعان دلوقتي. تمام، هو بقى اللي يعمله يعمله. خد، مين يكلمه؟ هات انا اكلمه. ماشي دلوقتي يا جدعان، هنرن عليه من تليفون زر ونشوف هنعمل ايه. بس خلي بالك في كاميرا هناك اهي. المكان ده يا جدعان في كاميرا فوق. دي كاميرا والله كاميرا منوره بالفلاش. بس خليك في المكان ده، ده امن مكان. امن مكان. افتح بقى، خد رن عليه. خد الموبايل رن عليه وقول له اللي احنا ودينا الجثه في بيت، شوف هو يرد عليك يقول لك ايه. استنى، ايدي الفلاش ايدي الفلاش. امسك رن عليه. احنا احمد بيه المعلم اللي سايبنا. معلم خلاص، عايزين بس نصحي الناس. انا مش عارف في الراجل ده تاني مره يعدي. لا يا عم الشيخ، مالكش دعوه بيه بقى، ده شيخ. الو ايه يا احمد؟ هو ايه اللي عايز انت بتكلمني كده؟ لو داخل فيها شمال عايز ايه يعني؟ دلوقتي انت كنت سايبنا في الايام اللي فاتت كلها وكنت عارف ان الجثه عندي وكبرت دماغك، صح؟ صح. طب بص بقى يا زميلي، هقول لك كلمتين ماشي، ما تخضش منهم كده، استوعب الكلام اللي انا هقوله لك. خلص عايز ايه؟ بص كده عندك. بص من الاخر البيت. من الاخر، الجثه الوقت عندكم في البيت. عندنا احنا عندكم انتوا. عبيط ولا ايه يا عم؟ لا مش عبيط. ولا اعدل كلامك يا. ولا انت اعدل كلامك يا. انتوا فين يا اسطى انت وهو؟ انت مال امك؟ انا مال امي ازاي؟ ولا انا الجثه عندي في البيت، انا اللي جايبها واللي عندي. بقول لك ايه؟ انا معايا
بقول لك يا دي انت يا احمد يلا الحوار ده بينكم وبين بعضيكم ماليش دعوه. حبيبي يابا ايه انا هرن على الحكومه لو كترت في الكلام دلوقتي هرن على الحكومه واقول لهم اللي الجثه عندك والبس انت بقى انت مش طلعت براها مش تمام هو انت برحمك عاملي نفسك فيها يا جامد وبتختفي برحمك مش انت اللي سبتنا كده يا حاج ورن عليك ما تردش ها بقول لك اتاخر ومش ناقص استعباط سكه ودغري الجثه عندك في البيت واللي عندك اعمله انت بص بقولك اقولك انت جبت اقولك احنا جبناها ليه عشان احنا مش هنلبس حاجه مش بتاعتنا وانت كنت المفروض معانا في الحاجه دي دلوقتي انت المفروض صاحب بس صاحب لا مؤاخذه في كلمه صاحب عره لا صاحب عشان تسيب صاحبك يا عشان تسيب صاحبك في ورطه زي دي بقولك ايه سابنا وبعنا عشان كده لازم نعمل فيه كده يا حاج احمد اسمع صوت القطر والبس اسمع صوت القطر اللي عندك اعمله يا اقفل بس كده صوتنا عالي بس كده عشان عمل لنا نوش في الحته دي خربنا يا زميلي يلا بسرعه يلا حاكم منين خش يمين اطلع لاي مكان بعيد مش عايزين نبات في البلد النهارده ها اقول لك ايه لبسك من بعد المره نفضه ولا سيب مش مشكله ها النهارده مش هنبات في البلد عشان الحكومه كده لو قفشتنا هنروح في ابو زعبل علينا العين كده هناك الله ينور عليك بص يا جدعان امسك راسه ثانيه بص يا جدعان احنا النهارده لو بيتنا في البلد هنروح في 60 دهي فالمفروض ان احنا هنطلع على اي مكان في الملقى في الزراعه في الغيطان محدش يعرف يجيبنا لغايه ما نشوف الحوار ده يحصل في ايه وكل جديد هننزله لكم على الانستجرام ولو عدى يوم واثنين وثلاثه ما بننزلش فيديوهات اعرفوا ان احنا اتحبسنا حصل لنا مصيبه حد قتل حد في مشكله محدش يعلم بها غير ربنا اعملوا لايك على الفيديو ده واشتركوا في القناه والقناه اللي انتوا بتشوفوا معانا الفيديو ده دي قناتنا واشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد.